القوات الحكومية تدحر الميليشيات جنوب مأرب، وحريق في مخيم الجفينة يودي بحياة 3 من أسرة. ميليشيا الحوثي تواصل العبث بمؤسسة التعليم وتسمم أفكار النشء والشباب. الأمم المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بعدم تعليق الرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي تشعل شمعتها 11، أكدت قناة اليمن اليوم مجددا التزامها بالمهنية في نقل الحقائق ونقل هموم وتطلعات المواطنين في الداخل، لتكرس حقيقة أنها قناة كل اليمنيين بعيدا عن التحيز والمحسوبية، من منطلق أن كل اليمنيين في أجندتها وسياستها الخبرية سواسية. احتفلت اليمن اليوم بمرور 10 أعوام على انطلاقتها كأول قناة إخبارية متخصصة بالشأن اليمني، وسط حضور كبير من السياسيين والصحفيين والأكاديميين اليمنيين والمصريين من مختلف التوجهات. أرحب بكم أجمل ترحيب على تشريفكم لنا ومشاركتنا الاحتفاء بالذكرى 10 لتأسيس قناة اليمن اليوم. قناة اليمن اليوم تحتفل ب10 سنوات من خروجها على جمهورها بأخباره، وتشعل شمعتها 11، رقم صغير أمام الإنجاز الكبير الذي شهده الجميع باعتبارها القناة الإخبارية اليمنية الأولى ذات التأثير والأثر الواسع نتيجة وصولها إلى كل بيت يمني بملامسة اهتماماته واحتياجاته، ووقوفها إلى جوار الوطن والمواطن باقترابها من القضايا العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وانفتاح كبير وواسع على كافة الأطياف السياسية. ترجمة مثل هذا الانفتاح كان في احتفال القناة بذكراها 10 في العاصمة المصرية القاهرة، والذي حضرته قواعد عريضة من السياسيين بمختلف التوجهات، وكان للجنة العامة والدائمة للمؤتمر الشعبي العام والكتل البرلمانية حضور وتواجد لإحياء احتفالية اليمن اليوم. الإجراءات الاحترازية لكورونا وقفت حاجز صد كبير أمام جعل الفعالية مفتوحة لكافة أبناء الجالية اليمنية في المهجر، والذين كانوا على استعداد كبير لحضورها والمشاركة في إشعال شمعة القناة 11. وقد مثل هذه الفئة العريضة وجود السفير اليمني لدى جمهورية مصر العربية وطاقم مرافق من السفارة اليمنية والمركز الثقافي اليمني. الاحتفال شارك فيه عدد كبير من الصحفيين اليمنيين بمختلف توجهاتهم وتنوع وسائلهم الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحافة الإلكترونية، وشارك محللون سياسيون ودكاترة جامعات وباحثون في الشؤون اليمنية، والذين كان لحضورهم تعزيز كبير لإثبات نهج القناة في تقديمها رسالة إعلامية بوضوح وسياسة قائمة على قواعد راسية تعتمد الحديث بعلم وبصيرة واستنادا إلى متخصصين ذوي شأن بلورة الرسالة وقولبتها بما يضمن التحليل الصحيح لكل الإشارات السياسية والتحركات العسكرية وتقديمها على شكل رسالة إعلامية. احتفال قناة اليمن اليوم بإشعال شمعتها 11 كان للدبلوماسية المصرية متمثلة بعميد الدبلوماسيين العرب وسفير جمهورية مصر العربية الأسبق في اليمن مشاركة في هذا الاحتفال، كما كان لجمهورية مصر مشاركة أساسية عبر جانبها المختص بالإعلام الأجنبي متمثلا بهيئة الاستعلامات والمركز الصحفي المصري. الدور الكبير في التنظيم وتهيئة الأجواء لإحياء الاحتفالية التي حضرتها وكالات ومراكز إعلامية والصحفيون مصريون وخيرة الكوادر الفنية المتخصصة بالعمل التلفزيوني والإذاعي ومهندس البث الفضائي والاتصالات وإدارة المؤسسات الإعلامية. تمكنت القوات الحكومية والمقاومة مسنودة من مقاتلات التحالف من تحرير مواقع جديدة جنوب محافظة مأرب. مصدر عسكري أفاد أن القوات الحكومية والمقاومة خاضت معارك عنيفة تمكنت خلالها من دحر الميليشيات وتخفيضها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف أنه بالتزامن مع المعارك نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع متفرقة لتجمعات ومواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية. أسفرت الغارات عن تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير عدد من المعدات القتالية.
في مأرب أيضا أدى حريق في أحدى خيم النازحين في مخيم الجفينة إلى وفاة 3 أطفال وجرح 3 آخرين من أسرة واحدة، مطالبين المنظمات الإغاثية بسرعة التدخل العاجل لتوفير سبل آمنة وسكن عاجل للأسر التي تضررت جراء الحريق. الموت أو النزوح، قصة لمسلسل التهجير الذي يدخل عامه الثامن. حلقات مؤلمة تشوبها ضبابية البحث عن العودة المفقودة التي قطعتها الحرب ورمت بهم إلى مستقبل مجهول. هنا يقبع أكبر مخيم للنزوح في الجمهورية، يضم 75,000 نازح، يحمل اليوم مآسي موجعة كوت به أسرة الحاجة أمين الدحمسي الذي فقد 3 من أطفاله جراء ماس كهربائي تسبب في وفاتهم وجرح 6 أطفال إلى جانب الأبوين. والله في الصباح أثناء صلاة الفجر خرج صاحب المنزل لصلاة الفجر وحدث مس كهربائي في المنزل في أحد الشبكيات كون الثانية بجنبها، وحرقت الأولى والأسرة راقدة في الشبكية الثانية، فلم يعلموا بحرق الشبكية الأولى كون والدهم في المنزل، فحرقت الشبكية الثانية وماشي معه مخرج واحد ما عاد تمكنوا من الخروج، يعني حرقوا داخل كامل الأسرة. والدهم أثناء إنقاذهم هو هب فوق النار، يعني هو أحد الجرحى يعني مصاب معهم. كم الوفيات يعني؟ الوفيات لحد الآن 3 والجرحى 3. المصدر حقهم الآن حرق يعني؟ والله ما بشيء، ايوه هم في المستشفى وما بشيء، يعني أول قناة وصلت لحد الآن والقناة اليمن اليوم. والمنظمات ما انجا يعني جاء فعل صورة ومشى، يعني ما بيش أي استجابة سريعة. حاولت أسرة الحاجة أمينة جاهدة بإيجاد مصدر عيش لها تلملم شتاتها كغيرها من الأسر داخل المخيم، غير أن سوء تخطيط شبكة الكهرباء داخل المخيم خطفت حلم الأبوين مع أطفالهم. لتبدو الصورة أبلغ من الحديث عن حال هذه الأسرة المنكوبة، لم يكن هذا الحريق الأول الذي لحق بمخيم الجفينة، فقد التهمت النيران الكثير من خيم النازحين مسبقا، ومع ذلك تظل الحلول البديلة معدومة من قبل المنظمات الإنسانية والإغاثية اتجاه حياة النازحين. هذه الأسرة لم تكن الأسرة الأولى من الحرائق في المخيم، فقد حصلت قبلها العديد من احتراق بعض البيوت، والآن هذا الأسرة صار الضحية. حصل شرط كهربائي في الشبكيات مما أدى إلى احتراق المنزل بالكامل والشبكيات، مما أدى إلى وفاة 3 أطفال ووالدهم جريح في المستشفى، ولحد الآن المنظمات لم تستجيب لهم ولم يوجد لديهم أي مواد إيواء. نطالب من المنظمات بإيجاد بدائل أخرى للتخفيف من نتائج الحرائق، مثل الطفايات يكون سريع للمخيم إطفاء. تفرز الحرب التدميرية تبعيات كارثية على حياة النازحين وتدخلهم في صراع متواصل مع البحث عن الأمان والاستقرار، وتدفع عشرات الأسر لقاء ذلك فلذات الأكباد في حوادث مختلفة نهايتها الموت جوعا أو قتلا أو ماس كهربائي، كما حدث مع أسرة الحاج الدحمسي. قبل أوقات كانت هذه الأسرة تعيش بسلام والطمأنينة، لتحل بعد ذلك كارثة إنسانية تعم على أرجاء المكان، لتفقد 3 أطفال من أسرهم تحل بهم كارثة إنسانية. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مخيم الجفينة، مأرب. بالعودة إلى المواجهات في جبهة مأرب، معنا عبر الهاتف العميد الركن عبد مجلي المتحدث باسم القوات الحكومية. مرحبا بك سيادة العميد، ما مستجدات المواجهات في جبهات مأرب المختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أختي العزيزة، وكل عام وأنت بخير لك وللسادة المشاهدين الكرام. بفضل الله أولا ثم بجهود الأبطال من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في جبهات محافظة مأرب وبالأخص الجبهات الجنوبية، تتحقق العمليات القتالية الناجحة وكبدت الميليشيات الحوثية الإرهابية الخسائر الكبيرة، وقضي على تلك الأنساق التي كانت تأتي تباعا سواء بأسلحة الجيش الوطني وكذلك الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني، وخاصة في الجبهات الجنوبية لمحافظة التاريخ والحضارة مأرب، المناطق التي دارت فيها المواجهات الناجحة للجيش الوطني والهزيمة للحوثيين.
وهي في منطقة اللقمة والعيرف والأطراف الجنوبية للبلق الشرقي، والتي كبدت الميليشيات الخسائر الكبيرة، واستطاع الجيش الوطني أن يستعيد أيضا كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. كذلك في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب رغوان والكسارة والمشقحة كسرت الميليشيات الانقلاب الحوثية وكسرت أنساقها وتسللاتها، وكبدت أيضا الخسائر الكبيرة وسقطت عشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح. الدورة الطيران المقاتل لدول تحالف الدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية كانت الغارات مكثفة ومركزة، واستهدفت تلك التحصينات والأرتال والعربات الميليشيات الانقلابية الحوثية. تزامنت هذه الانتصارات أختي العزيزة في محافظة مأرب مع الانتصارات الكبيرة التي تحققها اليوم قوات الجيش الوطني وقوات العمالقة والعمليات الهجومية المباغتة التي انطلقت صباح اليوم في مديرية عين سيلان، وتم تحرير والسيطرة على مواقع هامة واستراتيجية، وتم تحرير غالبية مديرية عين سيلان التي كانت تحت قبضة الميليشيات الانقلابية الحوثية، وخاصة بعد السيطرة على الجدار الحاكمة كحزب بن عقيل الخضير. وقواتنا اقتربت من النقوب وما زالت التقدم حتى هذه اللحظة أمام انهيار كبير للميليشيات الانقلابية الحوثية وفقدانها للقيادة والسيطرة، وكذلك وقوع أعداد من تلك الميليشيات في قبضة الجيش الوطني وكذلك قوة العمالقة. وأصبحت أيضا الميليشيات فرت أمام ضربات تلك المركزة والكثافة النيرانية، وضربت أيضا الطيران وضربات المدفعية خلال الأيام القليلة الماضية وخلال اليوم، وكان ذلك التمهيد الناري ناجحا في إحراز تقدم أيضا التفاف المواطنين في محافظة شبوة بشكل كبير وبشكل التفاف وطني جامع لانتشال واجتثاث تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية. نعم، في رأيك كيف يمكن للقوات الحكومية والمقاومة الانتقال من التصدي للهجمات الحوثية إلى استعادة المواقع الواقعة تحت سيطرتها؟ ألا في محافظة شبوة أختي العزيزة تحولت العمليات القتالية من العمليات الدفاعية إلى العمليات الهجومية، وكذلك الهجوم المباغت الذي شكل أيضا طوقا خانقا على تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية بالسيطرة على مديرية عسيلان، ثم سيتم السيطرة أيضا على بيحان وعين، وستخنق الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية وخاصة التي أحدثت اختراق خلال الفترة الماضية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. هناك استبشار كبير من المواطنين، وهناك أيضا استبشار من المقاتلين الأبطال في ميادين القتال، روح معنوية عالية. نعم. وخاصة بداية العام 2022 والذي سيكون عاما وبالا لتلك الميليشيات، سيكون عام النصر، سيكون عام انتهاء الحرب واستعادة الدولة الاتحادية بما فيها العاصمة صنعاء، وكنس تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية التي عبثت باليمن بما يقارب 7 سنوات عجاف. نعم، بإذن الله تعالى. العميد الركن عبد مجل المتحدث باسم القوات الحكومية، شكرا لك. في صعدة أفشرت القوات الحكومية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على مواقعها بمديرية الصفراء. وقال مصدر عسكري إن القوات الحكومية أفشرت محاولة تسلل قامت بها عناصر من ميليشيا الحوثي على مواقع رأس شجع بمديرية الصفراء، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وفرار من تبقى منهم. وأضاف المصدر أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت تعزيزات كانت تحاول الوصول إلى تلك المواقع. تواصل ميليشيا الحوثي العبث بمؤسسات التعليم وتسمم أفكار النشء والشباب ومخاوف من تحويل جامعة إب إلى منصة لنشر الفكر المتطرف والدخيل على الطلاب. واصلت الميليشيا الحوثية تدمير قطاع التعليم من خلال تعيينات لكوادر موالية لها في جامعة صنعاء وإب والحديدة، والتي ساهمت في تشويه المناهج الجامعية واستغلال المؤسسات التعليمية لخدمة أفكارها العنصرية، إضافة إلى فصل الكادر الأكاديمي واستغلال المنشآت التعليمية لحشد مزيد من المغرر بهم إلى المعارك. ميليشيا الحوثي كثفت مؤخرا أنشطتها الطائفية في جامعة إب بهدف استقطاب طلاب من مختلف الكليات إلى صفوفها ودفعهم للقتال معها. مصادر أكاديمية كشفت بأن الاستجابة لعملية الاستقطاب الحوثية من طلاب الجامعة ضعيفة، غير أنها دقت ناقوس الخطر فيما تشهده الجامعة. المصادر أشارت إلى استقطاب طلاب من الجامعة والزج بهم في محارق الموت الحوثية،
واستدلت بسقوط قتلى من طلاب الجامعة جرى التغرير بهم في ظل خطاب إعلامي حوثي مكثف يعمل على التغرير على الطلاب داعية أولياء الأمور للتنبه للمخاطر المحدقة بأبنائهم. وفي تدخل سافر فرضت ميليشيات الحوثي ملازمها في مادة مستحدثة باسم الصراع العربي الإسرائيلي والتي أعدتها شخصيات ليست أكاديمية تابعة للجماعة وتقوم على ترويج أفكارها مع تبني أفكار متطرفة تروج للفكر الإيراني وتمجد حزب الله اللبناني في انتهاك صارخ للعمل الأكاديمي والنهج العلمي في صياغة المقررات الدراسية. معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عبد الوهاب العوج المسؤول الأكاديمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز. مرحبا بك معنا. بما تفسر تواصل ميليشيا الحوثي في العبث بمؤسسة التعليم وسعيها للتأثير على النشء والشباب؟ حياكم الله. طبعا الحركة الحوثية تركز على الجانب التعليمي سواء في الجامعات أو التعليم العام والتعليم الأساسي، لأنها بتجهيل المجتمع وتغيير قناعاته، تغيير قناعة الشباب، تجهزهم في معارك تريد بها الزج بهم في معاركها، وتغيير هوية الشعب اليمني من خلال الجيل الناشئ في تغيير معتقداته وأفكاره وهويته الوطنية الجامعة، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على سير المعركة، حيث أن الجهل هو عماد هذه الحركة والحركات السابقة الإمامية الكهنوتية التي تعتمد على التجهيل وعلى تغيير قناعات الناس والزج بهم في معتقدات فيلقراطية لا تأخذ من العصر الحديث أي مدلول أو أفكار، وتعتمد على أفكار سلالية عنصرية وأحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بغير وجه الحق وأحاديث مكذوبة، وما إدخالهم للصراع العربي الإسرائيلي إلا كلمة حق يراد بها باطل. فالصراع العربي الصهيوني صراع قديم جديد، هم يخدمون هذا المستعمر والمحتل لفلسطين من خلال إشعار الحروب في الوطن العربي وتمزيق هويتنا القومية العربية بدعاوى فارسية وولاية الفقيه التي أتى بها الخميني، ويغيرون بقناعات الشعب اليمني ويستهدفون الجامعات والمدارس ومنابر العلم وحتى وصلوا إلى المساجد ومدارس تحفيظ القرآن. نعم. في رأيك أستاذ عبد الوهاب، في رأيك كيف يمكن الحفاظ على الشباب من التسميم الطائفي الذي تقوم به الميليشيات الحوثية؟ هو طبعا أنتم كإعلانيين وكقنوات إعلانية لها الدور البارز في كشف الحقائق وتوجيه الناس وإذكاء روح الوطنية والهوية الوطنية الجامعة والبعد عن السلالة والعنصرية والمذهبية، لأنها كلها تمزق الأمة سواء في أمتنا اليمنية أو أمتنا العربية. والمطلوب من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والتعليم الفني أن يكون لها دور واضح وقوي من خلال إنشاء قنوات متخصصة من خلال الندوات والدعاية وعمل ندوات شتية متعددة على مستوى الجامعات والمدارس، كما يقوم به الحوثي الآن من تكييش داخل الجامعات اليمنية وداخل المدارس وفي الطابور الصلاحي وفي تغيير مناهج التعليم سواء للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي. فالواجب على الشرعية ممثلة بوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام أن يقوموا بالدور المهم وهو توعية الناس وعمل بعض القنوات الإذاعية التي تبث لغير المتعلمين من آباء الأولاد أو أرباب الأسر حتى لا يزجوا بأولادهم في هذه المخيمات الصيفية التي تجهل وتقدم هؤلاء الشباب إلى محارب ومقاتل في أسوار مأرب وفي الجوف وفي شبوة وغيرها من مناطق اليمن. نعم. الأستاذ الدكتور عبد الوهاب العوج المسؤول الأكاديمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز، شكرا لك.
في شبوة قتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بانفجار عبوة ناسفة أثناء زراعتهم للألغام بمديرية عسيلان. وقالت مصادر محلية إن لغما أرضيا انفجر في مجموعة تابعة للميليشيات الحوثية أثناء قيامهم بزراعة الألغام بالقرب من حيد بن سبعان بمنطقة النقوب في محاولة لإعاقة تقدم ألوية العمالقة. ووفق المصادر فإن انفجار اللغم أدى إلى مقتل وجرح كافة أفراد المجموعة والذين لم يعرف عددهم بالتحديد. ويتزامن ذلك مع تعمد الميليشيا الحوثية نشر المسلحين والآليات القتالية التابعة لها وسط الأحياء والقرى السكنية بمديرية بيحان المكتظة للاحتماء بمنازل المدنيين واستخدام دروعا بشرية من الضربات الجوية وقذائف ألوية العمالقة. أعلنت طهران التزامها تعيين خليفة لحسن إيرلو في تحد سافر للشرعية اليمنية والمجتمع الدولي، وهو الأمر الذي يطرح معه أكثر من علامة استفهام بخصوص إصرار إيران على قرار مثل هذا. ثمة إصرار إيراني على تعيين بديل لحسن إيرلو في نقد للعهود التي قطعها الإيرانيون للعراقيين والعمانيين بعدم تعيين أي مندوب جديد في صنعاء مقابل السماح بإخلاء من كانت تسميه سفير طهران لدى ميليشيا الحوثي. الإصرار الإيراني يضع الكثير من علامات الاستفهام بخصوص هوية المندوب الجديد وإصرار إيران على قرار مثل هذا، إلى جانب الكيفية التي سيتم بها إدخال من سيحل محل إيرلو. في المقابل تبدو الأجوبة جاهزة لدى البعض بأن المندوب الجديد لن يخرج عن دائرة المنتمين للحرس الثوري، ما يؤكد أن النظام الإيراني لا يثق مطلقا بقيادات الميليشيات الحوثية في إدارة المعارك العسكرية أو السياسية وكذا الإعلامية، لذلك فهو حريص جدا على أن تكون كلمة الفصل قادمة من طهران عبر الحاكم العسكري الذي ستقوم بتعيينه في صنعاء. الأهم في هذا الإصرار الإيراني متمثل في مصلحة إيران في دعم ميليشيا الحوثي، كما هو الحال مع أذرعها الممتدة في ثلاث عواصم عربية أخرى، حيث تستخدم هذه الميليشيات كورقة ضغط لتمرير أجندتها التخريبية وتهديد أمن واستقرار المنطقة والمساومة على ذلك في الضغط على المفاوضين في جولات فيينا للخروج بأفضل المكاسب. إذن ميليشيا الحوثي بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا لإيران، فدعم شيعة الشوارع بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والألغام البحرية والزوارق المفخخة لا يوازي شيئا أمام قيامهم بمهمة دور القرصنة في أهم خطوط الملاحة الدولية وتهديد أمن واستقرار المنطقة، وهي الورقة التي تراهن عليها إيران لابتزاز ومساومة المجتمع الدولي. دعت منظمة الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي إلى الامتناع عن تعليق رحلاتها الإنسانية المستقبلية إلى مطار صنعاء الدولية ولو كانت الأسباب فنية. جاء ذلك في بيان لمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، وذلك حول معدات الاتصالات لمطار صنعاء. وقال البيان إنه بعد إغلاق الميليشيات في 19 من ديسمبر لمطار صنعاء الدولية والغارات الجوية في الليلة التالية، زار فريق الأمم المتحدة المطار في 21 من ديسمبر وقرر أنه لا يزال صالحا للاستخدام في حالات الطوارئ. وأشار إلى أن إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية الإنسانية يقوض بشدة عمليات الإغاثة. وجهت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة جديدة بشأن السلام في اليمن خلال العام 2022، ودعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لينتر كينغ في تسجيل مصور عشية السنة الميلادية الجديدة 2022 جميع الأطراف إلى اغتنام فرصة حلول العام الميلادي لإحلال السلام في اليمن الذي تعصف به الحرب منذ أكثر من 7 سنوات. وأكد كينغ التزام بلاده بفعل المزيد لجلب الإغاثة والمساهمة في خلق مساحة لليمنيين ليقرروا مستقبلا أفضل لبلدهم حسب تعبيره. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تفعل ذلك لوحدها. نشرة المستمرة وفيها بعد الفاصل. أكثر من 288 مليون إصابة وتدابير احترازية مع بداية عام جديد في ظل كورونا.
الجهادي بحياد وتجرد. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع. صوت وطني يتلمس قضايا الوطن وهموم المواطن. لقناة اليمن اليوم حسام بكري الحديدة. نتحدى الظروف ونواجه الصعاب. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم مأرب. نكابد المشاق لنصل إليكم بالخبر اليقين. زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة. نتابع الأحداث ونأتي بالخبر اليقين بدقة ومصداقية. عبد الهادي فرحات لقناة اليمن اليوم فلسطين المحتلة. نسعى لأن نكون لسان المواطن، ننقل معاناة النازحين والأسر الأشد فقرا. نسعى لإبراز إبداعات الشباب ودور المجتمع المحلي في التنمية. معين ردمانة لقناة اليمن اليوم لحق. نستطلع المعالم الأثرية ونقوص في أسرارها العريقة. شرف الشمري محافظة الحديدة. نتلمس هموم المواطن ونسعى لنقل الحقيقة حيثما كانت. فادي بقاش لقناة اليمن اليوم عدن. 10 أعوام من نقل الحقائق كما هي من مسرح الحدث. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من خطوط التماس. ننقل معاناة وتطلعات المواطن وهمومه بحيادية وتجرد. لقناة اليمن اليوم فؤاد المجيدي محافظة البيضاء. نبحث عن الحقيقة في كل مكان لنكون مصدر الخبر وعين المشاهد. عواد الوهباني اليمن اليوم تعز. اعترفت ميليشيا الحوثي بتردي الوضع الصحي وتفشي عدد من الأوبئة والأمراض في مناطق سيطرتها، وذلك بالتوازي مع اتهامات عدة وجهها ناشطون ومنظمات حقوقية للجماعة باستمرار فسادها وإهمالها اللذين قادا إلى تراجع الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة. مليحة عاشقها السل والجرب، هكذا وصف البردوني صنعاء، لكنها في زمن الحوثي غزتها نوائب الدهر والنصب. الكوليرا والحصبة والدفتيريا والسعال الديكي وحمى الضنك وأمراض جلدية وتنفسية أخرى باتت جاثمة على أجساد اليمنيين النحيلة في مناطق سيطرة الجماعة، وفق مؤتمر صحفي لما يسمى وزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي. وفي سياق مؤتمر الميليشيات اعترفت بوجود نحو 2,500,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 400,000 مهددون بالموت بمدن يمنية عدة أغلبها تحت سيطرة جماعة الموت. وباء الكوليرا ما يزال رابضا في بلادنا منذ التفشي الأكبر في العالم عام 2016 خلال الموجة الأولى والموجة الثانية في عام 2017، وبلغت أعداد الحالات المسجلة تراكمياً أكثر من 2,500,000 حالة، منها 4,000 حالة وفاة. وفيما يتعلق بمرض الدفتيريا، اعترفت الجماعة التي لا تزال تحكم قبضتها على كافة إمكانات ومقدرات وزارة الصحة اليمنية بصنعاء بأن ذلك الوباء عاد إلى اليمن في عام 2017، ووصل العدد التراكمي إلى 8,000 حالة، منها 500 حالة وفاة. وأشارت الميليشيات إلى أنه تم تسجيل أكثر من 200,000 حالة بحمى الضنك منذ عام 2017، منها 500 حالة وفاة. وفي الصعيد ذاته كشفت الميليشيات عن أكثر من 7,000 حالة إصابة بالحصبة تم تسجيلها بمناطق سيطرتها خلال الفترة من العام 2018 وحتى العام 2021. ناشطون محليون وحقوقيون يعزون تدهور القطاع الصحي في البلاد بشكل عام للحروب التي شنتها الميليشيات ولا تزال تهدد باجتياح مدن يمنية أخرى وما خلفته من موجة نزوح كبيرة، إضافة إلى عبثها وتدميرها الممنهج على مدى 7 أعوام بمقدرات القطاع الصحي، بالإضافة إلى وضع القيود والعراقيل أمام عمل المنظمات الإغاثية لابتزازها والتلاعب بالمساعدات المقدمة منها وتسخير الجزء الأكبر في خدمة مشاريعها ولصالح استمرار عملياتها العسكرية.
وفي أخبار كورونا، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء أنه لم تسجل أي إصابة مؤكدة أو وفاة بالفيروس، وأضافت بحسبها على تويتر تسجيل حالتي شفاء، واحدة في حضرموت وأخرى في المهرة، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة 10,126، منها 1,984 وفاة و 7,022 حالة تعافٍ. وعالميا يقترب المصابون بالفيروس التاجي من حاجز 288 مليونا ونصف المليون شخص في وقت يواصل متحور أوميكرون تفشيه في مختلف دول العالم. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 تعدى 288 مليونا و625 ألف شخص، فيما تجاوزت الوفيات 5,455 ألفا، وبلغ ما تم شفائهم نحو 253 مليونا و805 50 ألف شخص. انتقل العالم إلى العام 2022 مع احتفالات كانت بغالبيتها مقتصرة على وقع ارتفاع كبير في الإصابات بكوفيد 19. وفي الساعات الأخيرة من العام 2021 تجاوز العالم عتبة المليون إصابة يومية بكوفيد 19 بعد انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى. وباتت بريطانيا والولايات المتحدة وحتى أستراليا التي كانت بمنأى لفترة طويلة عن الجائحة تسجل مستويات قياسية في الإصابات الجديدة. وأعلنت فرنسا بدورها أن أوميكرون بات مهيمنا على أراضيها. وفي روسيا تناول الرئيس فلاديمير بوتين جائحة كوفيد 19 من دون أن يأتي على ذكر 600 ألف وفاة ناجمة عنها، وهو الرقم الذي أوردته وكالة الإحصاءات الوطنية، ما يشكل ضعف العدد الذي وفرته الحكومة، ما يجعل من روسيا أحد أكثر بلدان العالم تسجيلا للوفيات. ويأمل الخبراء أن يشكل العام 2022 مرحلة جديدة من الوباء تشهد تراجعا للوفيات. في نشرتنا أيضا، في الضلع جهود محلية ورسمية لإعادة زراعة البن اليافعي بعد غياب طويل. أشكر العاملين في قناة اليمن اليوم، مذيعين ومخرجين ومراسلين عبر البرامج، أنهم أداءهم جيد، وأتمنى أن تستمر قناة اليمن بأدائها وزخمها كما بدأت إلى اليوم. صحيح، محسوبة على المؤتمر الشعبي العام والذي توقف مع وحدة اليمن وأمن واستقرار اليمن، ليس مع المثيرين النعرات الطائفية والمناطقية والكبلية والمذهبية، هي ضد كل هذه الخزعبلات. ثورة 26 من سبتمبر الخالدة قضت على كل هذه الخرافات، ومن يريد أن يعيد هذه الخرافات غير مقبول. الثورة ستستمر حتى النصر، وأن تتوخى المهنية والمصداقية، وهي قناة لكل اليمنيين واليمنيات. وفي المرف الاقتصادي، الريال اليمني يستهل العام البلادي الجديد 2022 بتراجع أمام العملات الأجنبية ومخاوف من مزيد من الانهيار. وشركة استيراد الأدوية تعلن تخفيض أسعار الأدوية. جاء
جولة اقتصادية نبدأها بالشأن المحلي، حيث يسهل الريال اليمني العام الميلادي الجديد 2022 بتراجع كبير أمام العملات الأجنبية متجاوزا سقف الألف ريال، بعد أن شهد تحسنا كبيرا خلال الأيام الماضية فيما اقترب من عتبة 300 ريال أمام الريال السعودي. مراقبون أكدوا أن التراجع في سعر العملة الوطنية يعد فخا تعمدت شركات الصرف نصبه للمواطنين لإغرائهم ببيع ما بحوزة من عملات صعبة قبل وصول الوديعة المالية المرتقبة للبنك المركزي، فيما عبر خبراء اقتصاديون أن الهبوط المفاجئ وغير المبرر لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال بالأمر المحير، خصوصا في ظل عدم تدخل البنك المركزي بأي إجراء للتأثير بهذا القدر في الهبوط، مؤكدين وجود تلاعب أياد خفية في السوق من مصلحتها إيصال سعر الصرف إلى هذه المستويات المرتفعة. اعتقلت قوات الأمن عددا من تجار الجملة بمديرية المخا في عقب عودة الأسعار للارتفاع من جديد بعد فقدان الريال جزءا من قيمته السعرية، وأغلقت أغلب المحال التجارية للمواد الغذائية في عقب الحملة التي تهدف إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها. وافق شركات استيراد الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية مع هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية على تخفيض أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 40%، وأعلن عن تشكيل لجنة صحية فنية للتفتيش على جميع الصيدليات في عدن وضبط أسعار الأدوية والمتلاعبين والمخالفين كمرحلة أولى. وأخيرا، كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن حركات التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس لعام 2020 بلغت أكثر من 840 مليار دولار، مسجلة انخفاضا في القيمة الإجمالية ناتجة تداعيات جائحة كورونا، في مقابل 1,700,000,000,000,000 دولار في عام 2019. وأظهرت البيانات أن نسبة التراجع بلغت أكثر من 21%. وفي الضالع، بعد سنوات طويلة من الغياب، تعود زراعة البن في يافع مؤخرا واتجاه الاهتمام به وتوفير الإمكانيات ودعم الجهود وتذليل الصعاب لإعادة الإنتاج في مناطق مديرية يافع عبر مجموعة من الزراعيين. حقول البن في خديك موالة وجميلة، تركت المال والنعمة ولك وحدك أميلة، هكذا وصف بعض من شعراء اليمن أجمل ما يحبونه في الحياة بحقول البن، لما لها من اخضرار طبيعي وجمال آسر، ليذهب آخرون إلى التغني بالبن وشجرة البن التي منها يأتيهم ذلك الشراب الجميل المكيف وتلك القطرات الحمراء المذهلة والجذابة. حقول البن في خدك موال جميل، طرفت البل والنعمة ولك وحدك أمين، ولك وحدك بدا حبي، ولك وحدك سما قلبي، سبيل حبك الصافي ولا غير سبيل، ولا غير سبيل. منذ القدم اكتسب البن اليمني شهرة محلية وعالمية واسعة، حيث كان يسمى موكا كافي نسبة إلى ميناء المخاء التاريخي الذي كان يصدر من خلاله هذا المحصول، والذي اشتهرت به يافع كواحدة من المدن اليمنية شهيرة لزراعة البن اليافعي ذات المميزات العالية والجودة الرائعة، لتحتل زراعته في أعلى مرتفعات يافع وسط أحضان أوديتها. بالنسبة لنا أصبح منتوج رئيسي وتعتمد عليه أسر كثيرة. منتوج البن أصبح الآن عالميا من أفضل أنواع البن اليافعي، وأصبحت الآن سلعة البن على ما نتابع يعني هي المطلوبة عالميا. الآن البن أصبح بجميع أصنافه مطلوب عالميا، وأصبحنا نعتمد عليه نحن كأسرة. وانطلاقا من أهمية زراعة البن في اليمن بشكل عام ويافع بشكل خاص، باعتباره أحد المحاصيل الزراعية النقدية التي ترفد الاقتصاد الوطني وتساهم في دخل الكثير من الأسر، نظمت مؤسسة يافع للتنمية ورشة خاصة لإعلان نتائج المسح الميداني لأشجار البن بمديريات يافع والإطلاع على أهم متطلبات تطوير زراعته، وذلك بالعاصمة المؤقتة عدن.
محصول البن هو ذو قيمة عالية جدا ومردود اقتصادي ومن المحاصيل النقدية التي نعول عليها كثيرا في البلد لدعم الاقتصاد الوطني. قدمت الوزارة عدد 5 مشاتل سيتم تنفيذها خلال اليومين الماضية، تسليم مواقعها والعمل بها، والعام القادم أيضا سيكون هناك دعم آخر يشمل عدد 5 مشاتل إضافية لمديريات يافع التي تشتهر بزراعة البن، وأيضا مشاريع حصاد مياه، وأيضا سنطرق كافة الجهات المنظمات الدولية والمانحين لدعم هذا المحصول الحيوي إن شاء الله. إحصائيات ومؤشرات في غاية الأهمية وذات علاقة بزراعة وتطوير البن اليافعي هي ما أبرزته تلك النتائج الميدانية. بدأنا اليوم بالخطوة الصحيحة وهي إعلان نتائج الدراسة خلال أكثر من 7 شهور، يعني قمنا في دراسة للمياه المصادر المياه والبن في مديريات يافع محافظة فلاح جبير، والحمد لله اليوم كما تشاهدون إعلان النتائج بالتنسيق طبعا مع وزارة الزراعة والري، وكذلك إن شاء الله بما ذكرنا سابقا خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة إن شاء الله سيكون هناك تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء 5 مشاتل البن في مديريات يافع، وتتلوها 5 مشاتل الأخرى في المرحلة القادمة إن شاء الله. المتطلبات أولا خزانات حصاد المياه في كل حقل صغير، على أن يكون هناك تكامل مجتمعي مع الدعم الحكومي حتى نستطيع المحافظة على المنشأة، وبالتالي يستفيد المزارع ويستفيد الوطن من إنتاج هذا المحصول. ثم شبكات الري لترشيد استخدام المياه، لأن الجفاف سببه هو الماء، فترشيد استخدام المياه هو الهدف الرئيسي للتطوير في نفس الوقت. أيضا اختيار الأصناف ذات الجودة العالية والإنتاج العالي لتسويقه عالميا والحصول على مردود أطيب للمزارع وللوطن بشكل كامل. توفير متطلبات زراعة البن والاهتمام بمحصوله يتطلب جهد رسمي يتجه إلى إعطاء هذا المحصول أولوية كبيرة تجاه تنفيذ مشاريع خدمية وإدخال تقنيات حديثة في زراعته، مع العمل على تشجيع الاستثمار وتفعيل البحوث الزراعية كي تعود للبن اليمني شهرته وجودته وحضوره الذي عرف وتميز به منذ القدم. نشرتنا انتهت إلى العناوين. القوات الحكومية تدحر الميليشيات جنوب مأرب، وحريق في مخيم الجفينة يودي بحياة 3 من أسرة. ميليشيا الحوثي تواصل العبث بمؤسسة التعليم وتسمم أفكار النشء والشباب. الأمم المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بعدم تعليق الرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء. في أمان الله.